لو عايز تجرب بيرفيومز كتير تقدر تشتري العينات العطرية الخاصة بيها من خلال جروب فواح. انضم لينا في جروب فواح على الفيسبوك واشتري العينات العطرية واستمتع. اهلا بيكم فيديو جديد من فواح، انا باسل والنهاردة بعمل لكم تقييم لعطر من العطور الجميلة، عطر من العطور الشتوية اللي تناسب الرجال المثيرين والرجال الحريصين على مظهرهم الذكوري الجميل والمغوي. النهاردة معايا عطر أرماني كود بروفومو، وده من العطور الجميلة المثيرة والشيك. العطر ده أنا بشوف إن هو عطر للشباب أو لكل الرجال اللي عايزين يظهروا في مظهر الشباب. العطر ده تستخدمه من سن 20 سنة فما فوق، عادي من أول 20 سنة تبدأ تستخدم العطر ده. أرماني كود بروفومو من البرفيومز الجميلة اللي عجبتني في الخط الخاص بكود من أرماني. الخط الخاص بأرماني كود عجبني، أرماني كود بروفومو وعجبني كمان أرماني كود ألتيميت، الاتنين خليتهم موجودين في مجموعتي. وأرماني كود بروفومو الموجود معايا هو حجم الترافل سايز أو حجم شنطة السفر، بخليه معايا في شنطة سفري. البرفيوم ده عجبني ليه؟ عجبني لأنه ببساطة بيديني مجموعة من المكونات اللي بتدي روح جميلة جدا. هو بيمزج مجموعة من المكونات الغريبة بالنسبة للناس او بالنسبة للقواعد العطرية العامة او المعروفة او الكلاسيكية. ببساطة انت هتشم ريح الجلد مسكر، ريح الجلد عنبري عسلي، هتحس معاه بالاحساس المسكر، الاحساس السويت. وكمان في نفس الوقت هتشم معاه حاجة كده غريبة كده شوية، اول ما ترشه هتحس بإحساس سيتريسي، هتحس بإحساس حامضي. والإحساس الحامضي ده بيجي معاه ريحة فانيلا، في ريحة فانيلا جميلة كده بتسيطر على العطر من أوله لآخره. وكمان مع الإحساس الفانيلي والإحساس السويت والإحساس الجلدي هتاخد إحساس سبايسي، هتاخد إحساس تابلي، هتحس في بعض الأحيان إن هو تابلي دافئ، تابلي دافئ كده جميل. وممكن اول ما ترش العطر تحس انه فريش سبايسي او تابلي منعش. العطر ده من العطور الجميلة اللي بنصح كل الشباب ان هم يخلوها ضمن المجموعة العطرية الخاصة بيهم. لو بنتكلم عن المكونات العطرية اللي موجودة في العطر ده، في الافتتاحية اول ما ترش العطر هتستمتع بريحة تابلية جميلة جدا، هي ريحة الكاردمم او الحبهان. وبيجي مع الكاردمم او الحبهان بتيجي ريحة فاكهية سريعة من التفاح، وفي بعض الاحيان حسيتها وفي احيان تانية ما حسيتهاش. ومع التفاح بتيجي الرائحة السيترسي او الحامضية، وده بيرجع لوجود الجرين ماندرين او المندرين الاخضر. والمندرين هو نوع من انواع الحمضيات شبيهة بالبرتقال. وبعد كده بعد حوالي دقيقتين بيظهر بالتدريج، بيظهر معانا بشكل متدرج قلب العطر. قلب العطر او وسط العطر بيكون من الناتميج. الناتميج هو جوزة الطيب. جوزة الطيب هنا ممكن تحسها وممكن ما تحسهاش، انا حسيتها في بعض الاحيان وفي احيان تانية ما حسيتش بوجودها. وبيظهر معاها اللافندر. اللافندر بيظهر في العطر ده بشكل جميل جدا وبشكل خفي وبشكل ممتع، وبيظهر معاه الاورنج بلوسم او ازهار البرتقال. بعد مرور تقريبا حوالي 10 دقايق بيكون ظهر عندنا القاعدة العطرية او الدراي داون او جفاف العطر. بعد ما العطر يجف على جلدك او على الملابس هتستمتع بريحة جميلة جدا موجودة في العطر ده، وهي ريحة واضحة وجميلة جدا من التونكا. التونكا في العطر ده هتديك احساس جميل ومسكر ودافي، وهتديك كمان في نفس الوقت احساس فانيلي، هتحس بريحة فانيلا موجودة في العطر ده. ومع التونكا بيظهر عندنا العنبر. العنبر في العطر ده عسلي مسكر كده، يديك احساس جميل وممتع، وفي نفس الوقت بيكملهم وجود الليذر او وجود الجلد. فانت ببساطة هتشم ريحة جلد مسكر عسلي عنبري كده، وفي نفس الوقت معاه ريحة فانيلا، وفي ريحة حمضيات وريحة فاكهية خفيفة سريعة ممكن تشمها وممكن ما تشمهاش، وفي نفس الوقت هتحس باحساس تابلي منعش فيه العطر ده. انا من وجهة نظري العطر ده لازم تشتريه ولازم تخليه في مجموعتك وتخليه من ضمن مجموعة عطورك الشتوية. بالنسبة للفوحان في أرماني كود بروفومو، فانت هتستمتع بفوحان هيمتد معاك مسافة
ذراع تقريبا حوالي اول ساعة من رش العطر، وبعد كده بيقل معاك بالتدريج ويبدأ العطر يظهر مع المجهود ومع الحركة. بالنسبة للثبات، فهتستمتع بالثبات في العطر ده. الثبات في العطر ده بيمتد معاك اكتر من 12 ساعة، والعطر بيظهر خلال 12 ساعة دول بوضوح مع الحركة ومع المجهود. بالنسبة لأرماني كود بروفوم، لو انت بتحب العطور الغنية بالتونكا او احساس الفانيلا زي 1 مليون مثلا، فالعطر ده من العطور الجميلة اللي هتناسبك. بشكركم لمشاهدة التقييم، وبفكركم ما تنسوش تدعموا فواح بالسبسكرايب والاعجاب بالفيديوهات، وتنضموا لينا في جروب فواح على الفيسبوك، وتشاركونا خروجاتنا ولقاءاتنا العطرية، وقولولي ايه العطور اللي جربتوها من أرماني، وهل جربتوا أرماني كود بروفومو ولا لأ؟